سعيدة جدا بوجود جزء من إنجاز قدر يحققه فريق طلائع الجيش مواليد 2000 بتحقيق اللقب الدوري على حساب كبار في أكيد في منظومة رياضة كرة اليد. ببارك لحضراتكم مرة تانية كابتن محمد ربنا يخليك يا كابتن الله يخليك. مؤمن. أبدأ مع حضرتك يا كابتن محمد، إنجاز كنت حضرتك عامل حسابك يعني تاريخك مع المرحلة العمرية ديت ممكن نتكلم عليه إن هو مش حاجة جديدة على حضرتك، ولكن أكيد الموسم دوت استثنائي وكان فيه صعوبات غير متوقعة لما حضرتك خضت بداية الموسم يعني. بص والله حضرتك، بس في البدايه احب اشكر منظومه نادي الجيش، منظومه محترمه جدا، الناس بيعملوا في صمت. بدايه من الموسم اللي فات كان رئيس الجهاز العقيد محمد الفتوح قدم لنا جهد كبير قوي، وبعديه سياده الدكتور العميد محمد زهران رئيس الجهاز الحالي ساند الفريق. نادي الجيش منظومه تقدر تقول عليها ان هم كلنا راجل واحد على قلب واحد، بدايه من المدير الفني كابتن خالد بندق اللي هو كان واقف مع الفريق وبيدعمنا دعم جامد قوي، دعم فني ودعم معنوي، وكابتن سيد الزعيم المدير الاداري. الناس دي كلها ما سابتش الفرقه. بدايه لما مسكت الفرقه كان الموضوع كان صعب شويه، كان في لعيبه راجعه من كاس عالم يعني مؤمن وزياد ويوسف احمد، وكان في ناس مصابين اوريدي كمان ما سافروش. فاتصدمت باربع لعيبه عندهم صليبي وانزلاق غضروفي، واللعيبه اللي راجعه من كاس العالم مجهده. كان بدايه الموسم كانت البدايه مش ولا بد، بس مع الوقت بدانا نشتغل وخلاص يعني، هي دي الخامات اللي احنا بنشتغل بيها، هي دي اللعيبه اللي احنا هنكمل بيها لحد ما ترجع الاصابات مره ثانيه. كان هدفنا فرقه الجيش فرقه محترمه، الناس اللي كانوا ماسكين قبليه الفرقه كانوا بصراحه في عاملين عناصر كويسه للفريق. كل سنه بيوصلوا النهائي، على سنتين على التوالي تقريبا بيوصلوا النهائي وما بيحالفهمش الحظ، كانوا دايما بيصطدموا بالشمس، كنت انا مدرب الشمس فما كانش بيحالفهم الحظ في ان هم ياخدوا البطوله. فلما مسكتهم السنه دي كان كلام معاهم بعد ما اللعيبه رجعت من كاس العالم وجبت اللعيبه اللي كان عندهم اصابات، قلت لهم انتوا كل موسم بتبداوا الفرقه كلها فول تيم وبتبداوا الكيرف بتاعكم بعالي جدا، فما نعرفش الخير فين، ربنا شايل لنا اكيد شايل لنا الاحسن. فبدانا بقى نشتغل واحده واحده مع الفرقه، وبدانا نخوض مباريات صعبه بدون العناصر الاساسيه بتاعت الفرقه، وربنا كان بيوفقنا طبعا ونكسب، لحد ما وصلنا بقى قصه موضوع الكورونا، توقفنا بسبب الكورونا ورجعنا بعد الكورونا. كان عندنا ماتشات مهمه جدا يعني، كان عندنا ماتش الظهور ولسه طبعا كان اول ماتش بعد العوده، كان الموضوع صعب جدا ان اللعيبه لسه ما فيش توب فورم في الماتشات. بعد كده رحنا كان عندنا مباراه تعتبر هي اللي وصلتنا ان احنا نلعب السيمي فاينال او الفاينال مع الاهلي او الزمالك، كان مباراه البنك الاهلي هناك، رحنا حتى البنك الاهلي لعبنا الفرقه بنص الفريق لان بدا بيظهر عندنا اصابات ثانيه بعد عودة الكورونا. فربنا كرمنا وكسبنا البنك الاهلي في اسكندريه، وبعد كده جينا لعبنا بقى مباراه النادي الاهلي عندنا في نادي طلائع الجيش، وكان ربنا موفقنا ان احنا كلنا كنا في الاجتماع والمحاضره بتاعت قبل المباراه احنا كنا بنتكلم ان احنا ده دي اخر امل لينا ان احنا نوصل لمنصه تتويج الموسم ده، ودلوقتي احنا على يعني الفرقه اكتملت بنسبه 90%، فاحنا ما عندناش اي اعذار وما عندناش حاجه تانية نقولها للناس، وربنا كرمنا فعلا الحمد لله كسبنا مباراه النادي الاهلي. و يعني هم حتى ما كسبنا النادي الاهلي احنا بيننا فرحانين ومبسوطين طبعا بالمكسب، مش عايزين تسرحوا فيه، مش عايزين نسرح فيه يعني. بمجرد ما خرجنا من المباراه ومن المباراه ودخلنا غرفه خلع الملابس خلاص الموضوع انتهى، اقفل الصفحه، احنا عندنا صفحه ثانيه. جينا اول تمرين ففي حتى صوره كنت حضرتك على ارضها، هم كانوا بياكلوا سندوتشات وهم كانوا مبسوطين انهم احنا هنلعب مباراه الزمالك، ولكن مباراه الزمالك كانت مباراه صعبه جدا اكيد. الزمالك فرقه محترمه، فريق محترم وجهاز فني محترم، واحنا داخلين المباراه احنا هدفنا ان احنا نعمل مباراه كويسه جدا، وبنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكسب طبعا، لان المكسب والخساره دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا احنا. وقلنا على نقط الضعف بتاعت فريق الزمالك ونقط القوه، وكابتن خالد بندق وكابتن سيد الزعيم بصراحه كانوا معانا في الاسبوع ده كله في التمرينات، والدكتور محمد زهران، ان احنا هنلعب ازاي على الزمالك وايه نقط القوه بتاعتها وايه نقط الضعف. ودخلنا اوريدي المباراه، وحتى يعني المباراه كانت ماشيه الناس كلها كانت بتتفرج، كانت مباراه على طريقه الكبار من الفرقتين.
واللي ربنا كان موفقه هو طبعا اللي كسب. انا بشكر فريق الزمالك المحترم جدا، قدم مباراه عاليه قوي، قدمنا ماتش يعني ماتش للناس كلها كانت موجوده في صاله مغطاه بيليه باسم نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك. ونادي طلائع الجيش بيقدم دايما، بيعمل نجوم، بيصنع بطل في جميع المراحل السنيه، بيطلع لعيبه كتير قوي للمنتخبات. احنا عندنا يعني في مؤمن حارس مرمى منتخب مصر، وفي زياد وفي يوسف وفي حسن، في يعني في عناصر كتير قوي في فريق 2000 اكيد.